بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الامتحان ده يا شباب الامتحان الرابع الجزئي من كتاب All in One. الامتحان ده موجود في صفحة كام؟ موجود في صفحة 15 صاد 15 في كتاب All in One. عايزك تركز معايا كده، كل امتحان بنزله ببعت الرابط على جروب التليجرام الخاص بالمنصة، وبحط الامتحان في البلاي ليست اللي هتلاقي اسمها All in One. ركز كده معايا عشان ما فيش امتحان يتحل وانت هتلاقيه في الآخر ان انت عديته من غير ما تبص عليه. اول سؤال بيقول لي ماي ليتل براذر از سوشيبل. كلمه سوشيبل دي معناها اجتماعي. قبل ما نحل الجمله كده عايزين نفهم ان كلمه سوشيبل دي معناها اجتماعي، بتساوي كلمه اكس ترو فيرت وبتساوي كلمه كم بينبل. كم بينبل التلات كلمات دول بيساووا بعض. طب كلمه ان سوشيبل بتساوي بقى انتروفيرت، يعني انتروفيرت دي بتساوي كلمه ان سوشيبل يعني غير اجتماعي، وبتساوي كلمه انكمبيرابل يعني غير اجتماعي برضو. طيب نرجع بقى في موضوعنا، ماي براذر از سوشيبل، اخويا ده اجتماعي. الكلمه الشبيهه لكلمه سوشيبل اجتماعي، يا اما ان احنا نستخدم اكستروفيرت يا كامبينابل. انا في الاختيارات قدامي كامبينابل. كامبينابل جاي من كلمه كامباني. وي شود ليميت، ليميت دي معناها يقلل من او يحد من. اور امبورتس نحد من صادراتنا. از ماتش از وي كان على قد ما نقدر. العكس بتاع كلمه ليميت يقلل عكسها يزود. طيب ان فين في كلمه يزود هنا اللي هي كلمه انكريز يزود. طيب خد بالك كلمة limit زي reduce بتساويها لكنها عكس increase. most employees معظم الموظفين العمال need a to cope with technological requirements at work عشان يسيروا المتطلبات التكنولوجية في العمل، فهم محتاجين تدريب. تدريب يعني training، لكن exercise دي لما تتدرب عشان انت تخنت شوية فعايز تخس تعمل exercise. وما تنساش train يتدرب، لكن في كلمة اسمها retrain. retrain دي يعني ايه بقى؟ ريترين يعني يتدرب عشان يقوم بمهمه تانية. انا مدرس عايز اشتغل مثلا في مجال النجاره، فانا لازم اعمل كده حاجه اسمها ريترين. طب انا مدرس عايز ابقى مدرس شاطر شويه فاعمل ريترين. ترين في نفس المجال لكن ريترين لمجال اخر. تو نوت اب اد بزنس يو شود هاف بروبر. بروبر دي معناها مناسب. ويز لازم يكون عندك طرق مناسبه. اوف ماركتنج يور برودكتس انك تسوق بيها لمنتجاتك عشان تكون جيد في البيزنس او عشان تؤدي بزنسك بشكل جيد. يبقى تو دو ويل. دو ويل معناها يؤدي بشكل جيد. عايزك تركز معايا، دو يعني يفعل، كيف سيفعل بشكل جيد. فويل دي هنا اسمها ادفيرب يعني ظرف. امال ايه جود؟ جود دي اسمها ادجكتيف صفه. لكن عشان اقول لك مثلا تو بي جود يعني لكي تكون جيدا صفه ليك انت. ذا بلين از اباوت تو تيك ايه، الطياره على وشك انها تغادر. ار يو ريدي، انت مستعد. يغادر يعني تيك اوف، واحنا عارفين تيك اوف دي معناها يغادر تقلع الطائره، وكلمه تيك اوف معناها يقلد شخصا، وكلمه تيك اوف معناها يترك عملا، وكلمة تيك اوف معناها يزيل بقعة. ركز في الكلام ده كويس. temperature is in the desert، درجة الحرارة في الصحراء كان نقط 50 degrees celsius. ممكن توصل، طب ما كل الاختيارات معناها يوصل، بس خد بالك arrive at و arrive in الاثنين دول بستخدمهم مع الاماكن. arrive in زائد بلد، لكن arrive at مكان صغير. arrive in Cairo، arrive at school. طب reach و get to برضه معناها يصل الى مكان، وعايزك تاخد بالك ان get دايما بعدها to، الا اذا هنقول مثلا يصل الى هناك يبقى اسمها get there. طب يصل الى هنا يبقى get here. طب يصل للمنزل get home. طب فين تو يا مستر؟ مع الرجاله الثلاثه دول ما بناخدش تو. طيب المهم احنا نستخدم مين هنا؟ reach. reach يعني درجه حراره، يصل درجه حراره. بص ركز، reach يصل مكان، يصل درجه حراره يعني reach يصل مكان او يصل اي شيء معنوي او مادي يصل، اسمها reach. يصل طموحه، طيب مين في دول؟ reach his ambition برضو. طب يصل الى اتفاق، reach an agreement او come to an agreement. when I have a severe cold، لما انا يكون عندي برد شديد. I find food a consequently I eat little food، باكل طعام قليل لاني بحس ان الطعام ايه، لما تكون انت تعبان فانت بتحس ان الطعام بلا طعم، ملوش طعم، يبقى tasteless. لكن لو انت صحتك حلوه فالاكل بالنسبه لك يكون tasty ويكون delicious يعني طعمه حلو. طب انت شايف طبق كده متزين والاكل مرصوص عليه رصه محترمه، فنقول عليه tasteful، ذوقه حلو. The state is going to not media campaign. campaign دي معناها حمله، الدولة ستطلق حملة. انت بيطلق حملة يعني launch a campaign. وعايز تركز معايا في الكلمات الاختيارات دي. كلمة punch دي معناها مجموعة او ورد، ولما اقول لك thanks a bunch يعني شكرا كثيرا. launch اللي هو الغداء، وambush دي معناها الكمين، انك لما تكون ماشي على الطريق وتلاقي كمين شرطة واقف او معناها يتربص بي. don't ambush me يعني لا تتربص بيا. the note of some rumors. rumors اللي هم الشائعات، الاشاعات ان انت تقول على حد كلام مش موجود فيه. is sometimes intended to، بيكون الهدف منها انك تعرف رد فعل الناس دي، زي ما بيحصل في الاعلام كده يعملوا شائعات على حد بحيث نطلع يتكلم بقى ونشوفه. كلمه ليك دي معناها يلعق، يلحس بلسانه يعني. ليك دي معناها يسرب او تسريب، يبقى تسريب الشائعات هدفه ان احنا نخلي الناس تتكلم. ليك بحيره، وليك اللي هو الكراث اللي هو الخضروات اللي اسمها كرات يعني.
We usually celebrate the day of important events like October War. احنا دايما بنحتفل بالذكرى السنوية للأحداث المهمة. ذكرى سنوية اسمها anniversary. يوم 6 أكتوبر بتاخد أجازة عشان دي اسمها anniversary. Nurses have a noble aim. Noble دي معناها نبيل، وخد بالك احنا في الترجمة اللي فاتت، الامتحان اللي فات كان جايب لك كلمة نوبل، لما نقول لك نوبل مان يعني رجل نبيل، لكن نوبل ده يبقى ده واحد اسمه نبيل، يبقى دي نوبل دي نوبل، يا اما ده سوري اللي هو راجل اسمه نوبل، لكن نوبل دي اللي هي صفة اللي هو الناس النبلاء. طيب بقول لك يبقى الممرضات ليهم ايه مهم نبيلة في الحياة، لان هم alleviate patients pain، بيقللوا من الام او يعالجوا الام المرضى. تعال نشوف بقى جينيريشن دي ليها معنيين، معناها جيل ومعناها يولد. جينيريشن اوف الكتريسيتي يعني تولد الكهرباء، ذا كامينج جينيريشن الجيل المقبل. الكلمه الثانيه بنشن، بنشن دي اللي هو بعد ما يطلع كده ان شاء الله تاخد معاش، اللي هي المعاش لما لو افتر يو ريتاير يو تيك بنشن. طب تنشن دي التوتر، وطبعا ميشن اللي هي مهمه، وخد بالك احنا خدنا قبل كده كلمه ميرسي ميشن اللي هي ايه بقى لو انت فاكر، اللي هي مهمه انسانيه. طب هنا نوبل ميشن معناها مهمه نبيله أو وظيفة نبيلة. Our not time is the time that we spend with our family. الوقت اللي بنقضيه مع العيلة اللي هو وقت المتعة اللي اسمه quality time. ركز quality وحاسس كده بالراحة، quality مظبوطة، وعاد نخدع في quantity لأن دي غلط. quantity معناها كمية، ممكن نقول quantity of time، لكن equality اللي هي المساواة بين الاثنين، بين اتنين من الناس. عشان كده لما اقول لك الاثنين دول ايكوال يعني متساويين. I am a not journalist. انا صحفي ايه؟ I don't write for certain paper. انا ما بكتبش لجريده معينه، بكتب لاكثر من جريده، يبقى فريلانس. Exams are often not as they cause worry. الامتحانات بتسبب القلق والتوتر للعيال، فمعنى كده ان هي ستريسفول، ضاغطه يعني مسببه. كلمه ستريسفول دي معناها مسبب للضغط، مسبب للتوتر. ستريسد لما انت تدخل الامتحان فانت بتكون ستريسد، بتقول I am انا اكون ستريسد. طب بليجر دي للسعاده، واميوزمنت اللي هي التسليه. A not place where a road or a river divides. الطريق ماشي كده زي الفل، وبعدين فجأة بتلاقي الطريق ماشي يمين، أو إنك تلاقي الطريق ماشي معاك شمال، يمين أو شمال. طب فده اسمه إيه بقى الحتة ديت؟ مفترق الطرق ده اسمه فورك. لو أنت فاكر دي كانت في القصة، وده سؤال على القصة أصلا، لما كان راسندل بيجري هو وراس هو وسابت، وفجأة اكتشف إن حد ماشي وراهم، فوقفوا عند الحتة اللي فيها شجر هنا ليه؟ عشان يشوفوا الناس اللي جاية دي هتمشي يمين ولا شمال. المهم ده اسمه فورك. طيب فورك لو مفترق الطرق. بارك اللي هي اللي هو بتاع الشجر ده اللي هو اللحاء بتاع الشجر. فيك دي مزور زي كلمه فولس بالظبط، في فولس نيوز وفيك نيوز. شارك اللي هو سمكه القرش. It is a that I can't go outside. الدنيا ايه عشان كده ما ينفعش اخرج. خد بالك في ذات حلو، فانت تستبعد تو. ليه؟ لانك كان ممكن تقول It is too hot to go outside. طب such hot weather اه دي صح. طب مش المفروض نقول such او ان صفه اسم حضرتك، اس كلمه weather لا تعد، فدي الاجابه الصح. طب ليه مش سو هوت ا ويذر؟ ما احنا بنقول سو صفه ا اسم، بس الويذر ما ياخدش ا لانه لا يعد. طب سو هيت دي غلط تماما، غلط بكل المقاييس من غير اي كلام. طب ليه؟ لان سو ما بيجيش بعدها اسم زي هيت، بيجي بعدها صفه زي كلمه هوت. يعني انت كان ممكن تقولي سو هوت ذات او ساتش هوت ويذر ذات. طيب بعد كده رقم 17، This book is accurate. accurate دقيق، متظبط يعني. To gain everyone's trust. accurate دقيق دي صفه، وانا عارف ان انا بجيب الصفه وبجيب بعدها كلمه enough، وانت قدامك صفه فمحتاج انف، يبقى انف اللي هي دي. طيب ما ينفعش نقول تو اكيوريت تو، لا ما هو تو صفه تو اهو، لا برضه، لانك لما ترجمت تو صفه تو معناها ايه؟ معناها دقيق لدرجه ان هو لا يجذب انتباه القارئ، لا هو من كثر الدقه جذب الانتباه. فكان ممكن الاحتمالات هنا انك تقول اكيوريت انف تو، او سو اكيوريت ذات ات جينت، او ساتش ان اكيوريت بوك ذات ات جينت. طيب بيبيز ار نوت فراجيل to fight viruses. لا دي فيروس المفروض دي ار. اللي بقول لك ان الاطفال بيكونوا ضعفاء جدا، فما ينفعش ان هم يقاوموا الجرس الفيروسات. هو قوي او سوري هش او ضعيف، فينفع يقاوم ولا ضعيف؟ فما ينفعش، لا ما ينفعش، يبقى تو من غير ما تفكر، ضعيف ما ينفعش يقاوم. 19 بقى so bravely not that he killed 10 of the enemy soldiers. so bravely الجملة دي قبل ما احلها وساتش اللي بعدها، الاثنين دول يا شباب فيهم حاجه في القواعد اسمها ان فيرجن، نكتبها تحت شويه، لحظه كده معايا امسح دي كده، ركز معايا، اسمها حاجه اسمها ان فيرجن. يعني ايه ان فيرجن يا مستر؟ انت بدل ما تقول مثلا شي از سو هابي وتكمل، انت بتروح قايل سو هابي از شي. ايه اللي حصل؟ انت بدات هنا الجمله بالفاعل وبعدين الفعل وبعدين كملت، لكن انا بدات بمين؟
بسو. الجمله دي كده اسمها انفيرجن، عشان لما يجيب لك اربع جمل يقول لك مين في دول فيها انفيرجن، تروح مختار اللي بادئه بسو بساتش باي ظرف من الظروف اللي هي هاردلي وسكيرسلي والناس دي. نرجع لموضوعنا، سو وساتش انا عارف ان هم لما يجوا في اول جمله بيحصل انفيرجن، يعني ايه؟ يعني نجيب الفعل المساعد الاول. حلو، فدي هنستبعدها، انا بادئه بفاعل ودي بادئه بالفاعل، فانا عايز يا اما هاز يا اما ديد. ترجم عشان تعرف، سو بريفلي نوت ذات هي كيلد، ان هو قتل 10 من الرجال، يبقى هو قاتل. قاتل ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي، يبقى ناخد ديد هي فايت. طب ليه ما ناخدش دي؟ لان دي مضارع تام، احنا عايزين ماضي. such a strong man، عايز مساعد برضه زي ما اتفقنا. that he killed، ماضي برضه، خلاص يبقى انت عايز ماضي. فين الماضي هنا؟ did he was he. طب ما ينفعش نفكر في دي ولا في دي، لا لانهم بادئين بالفعل، وانا قلت لك دي اسمها inversion. طيب ايه يا ترى ناخد مين فيهم؟ ترجم كده يا عم، such a strong man not that he killed، يعني هو كان قوي، بس انا كان ممكن اقول لك such a strong man did he look مثلا، او appear، يعني بمعنى لقد كان او لقد بدا رجلا قويا جدا. بدا فعل فناخد did، لكن strong صفه فناخد was عشان هي صفه. A man is not a girl، يبقى so صفه، a اسم، فين so؟ so polite a girl. طب انا عايز اخد such، ينفع؟ اه ينفع، بس هتقول لي such a polite girl. طيب ما فيش حاجه اسمها enough polite؟ لا والله خالص، في حاجه اسمها polite enough، لان polite دي صفه والصفه تيجي الاول. so a polite؟ لا so polite a. طب our house not in 2010. قبل ما نحل الجملة ديت عايزك تفهم in والماضي in 2002، يبقى ده ماضي بسيط مباشرة من غير ما تفكر. طب لو قال لك by وبعدها 2002، يبقى ده اسمه ماضي تام من غير ما تفكر. طب لو قال لك since 2002، يبقى ده مضارع تام مباشرة. حلو حلو، بس انتبه لانه لو جاب لك قبل ده جملة ماضي فانت لازم تاخد ماضي تام، خد بالك من زي جت في امتحان اخر الامتحان التجريبي. فاحنا هنا في الجملة دي بنقول ايه بقى؟ بيقول لك our house not in 2011، بيتنا في 2011 اكيد بني، يبقى was built. طب ليه ما ناخدش had been built لو هي مكتوبه باي كنا خدناها؟ طب دي لو كانت مكتوبه since. نيجي بعد كده يا شباب رقم 23، the house not last year is very modernized one. modernized يعني حديث، modern يعني او تم تحديثه. المنزل الذي بني، انت عايز تقول المنزل الذي بني، واحده بواحده كده. الذي دي يعني which عشان المنزل غير عاقل، which، وبعدين بنية يعني was built. حلو الكلام، هل يا ترى في الاختيارات which was built؟ لو موجودة هناخدها، طب مش موجودة يبقى أكيد هو حذف which وحذف was وساب لك built. بقول لك بعد house not في الاختيارات فيها which was built، لا يبقى خلاص، يبقى احنا محتاجين built اللي هي رقم C. طيب بعد كده 24، the villa not by one of Adam's relatives. الفيلا دي ايه؟ بواسطة واحد من عائلة آدم. هو في الاختيارات جاب لي كلمة أون يمتلك، فهو عايز يقول لك تمتلك. ركز معايا في اللي هقول لك ده، مفيش حاجة في الاختيارات في الإنجليزي اسمها is had، يعني كلمة have دي بمعنى يمتلك، ما تجيش مستمر وما تجيش مجهول. وكذلك كلمة belong دي برضو ما تجيش مستمر وما تجيش مجهول، يعني had و belong ما يجوش في المجهول ولا المستمر. طب أنا عايز أخليها، طيب I have a car، I have a car دي أنا معناها أنا أمتلك سيارة، أنا عايز أقول السيارة تمتلك بواسطتي، هتشيل have دي وتحط مكانها own، وبالتالي is owned اللي هي رقم دي اللي صح. أقول تاني، كلمة have وكلمة belong ما ينفعش يجوا مستمر ولا مجهول. طب أنا عايز الجملة زي مثلا I have a car، عايز أخليها مجهول، أعمل إيه بقى؟ هتبقى is owned. طيب our charity not 10 years ago aiming at helping orphan children. orphan children ما هو أي أطفال أيتام. المؤسسة الخيرية دي بنيت، بنيت دي مبنية المجهول، يبقى أنت هتقول was وبنيت يعني built. حلو الكلام؟ ما فيش في الاختيارات built. خلاص يا عم هنقول was set up، مفيش اختيارات was set up، خلاص يبقى نقول was established، مفيش was established. طب نقول was erected، مفيش ولا واحدة من دول، خلاص يبقى انت هتستخدم يا شاطر كلمة found. found يعني يبني او يؤسس، الماضي منها founded اخرها اي دي، يبقى انت هتقولي was founded. انتبه ان كلمة find يعني يجد، الماضي منها found والتصريف التالت منها برضه found، لكن كلمة found دي لوحدها كده بتستخدم بمعنى يبني، والماضي منها founded والتصريف التالت founded. some giant projects، giant يعني عملاق، زي كلمة tremendous، زي كلمة massive، زي كلمة gigantic. احفظ الكلام ده كويس. بعض المشروعات العملاقة out by the government soon، soon يعني قريبا، يعني أكيد ستبنى. يبقى will have carried، لا will have been carried لو أنت عايز تاخد دي، يبقى will be carried، will be والباست participle ستبنى. while my homework not، while دي لازم بعدها الفعل مضاف له ing، طب لو مجهول يبقى being والباست participle، لو مفيش فاعل أو was aware being والباست participle. انت قدامك المفعول سوري، يبقى انت تقول while my homework was being done. طب ليه ما ينفعش اقول لك was doing؟ لو الواجب هو اللي بيعمل قول was doing، لو الواجب بيعمل ولا يعمل، يعمل ولا يعمل، لا يعمل، يقام به، يبقى while my homework was being done، لان ده مبني للمجهول. طيب روان and her mother are so alike، روان ومامتها الاثنين دول alike شكل بعض.
ده معناها ان روان ايه؟ هير ماذر. ركز معايا بقى كده معايا واديني ودانك. كلمه يشبه دي هكتب هنا، كلمه يشبه دي اللي اسمها لوك لايك. انت عارف لوك لايك يعني يشبه، لوك لايك دي بتساوي مين بالظبط؟ بتساوي كلمه تيك افتر. عايزك تحفظ، يا ريتك تحفظ تيك افتر. بتساوي كمان كلمه ريمايند someone of، you remind some، you remind me of your dad. انت بتفكرني بباباك، اصل انت look like him و take after him. بتساوي كمان كلمة resemble يعني يشبه. يبقى انت قدامك واحد اثنين ثلاثة اربع، اربع كلمات بنفس المعنى. طيب كلهم معناهم يشبه. هنا بقى في الجملة بقول لك ان روان دي هي ومامتها الاثنين سو الايك، شكل بعض تماما. يبقى ده معناها ان روان resembles، تشبه تشبه امها. طب is resembled يعني يشبه. لما اقول لك مثلا روان is resembled with هير ماذر، يعني تشبه بأمها. بعد كده القطعة اللطيفة الظريفة بيقول لك parents usually complain that their kids are glued to the television. الآباء دائما يشتكوا إن glue يعني صمغ، لكن glued to يعني ملتصق به، يعني من الآخر طول النهار قاعد قدام التلفزيون for so long. In fact TV can be useful and harmful or harmful. في الحقيقة التلفزيون ده ممكن يبقى مفيد أو ضار. According to the way we deal with، وفقا للطريقة اللي بنتعامل مع التلفزيون بيها. TV can be a positive influence on TV can have، التلفزيون ممكن يكون له أثر إيجابي على الأطفال. A few television channels يعني عدد قليل من قنوات التلفزيون are dedicated. Dedicated دي دايما معناها مكرسة، يعني مكرس جهده لشيء معين، زي بالظبط كلمة devoted أو intended to creating educational content. بعض القنوات التلفزيونية بيكون هدفها إنها تعمل محتويات تعليمية للأطفال. These broadcast only educational content. دي بتذيع فقط محتوى تعليمي over covering subjects، بتغطي مواد معينة زي الساينس العلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضيات. TV can also expose children to different languages، ممكن يعرض الأطفال للغات مختلفة حول العالم. TV is one of the primary sources of entertainment، بقول لك إن واحد من المصادر الأساسية للترفيه. أنا كطالب اسمي هيثم كمال قرأت القطعة قبل ما أحل، وبالتالي أنا عرفت أحل، أنا وصلت لإجابة سؤال، فعملت عليه دايرة أو شرطة كده أو حاجة تفكرني بيه. دي إجابة سؤال ورا، هنرجعه دلوقتي. TV is one primary sources of entertainment، واحد من المصادر الأساسية للترفيه للأطفال. The soundest، ليه يعني كده؟ قال لك أصل the soundest الألوان والأصوات والصور اللي على الشاشة بتروق للأطفال، فعشان كده بتسليهم. The best way to expose your kids to sports، أفضل طريقة تعرض بيها أطفالك للرياضة وتخليهم يحبوها هي من خلال التلفزيون. شجعهم إن هم يشاهدوا التلفزيون أو الرياضة، واخبرهم عن القواعد والقوانين بتاعة اللعبة، وقول لهم حقائق مدهشة وممتعة عن الرياضة. لو هم أبدوا اهتمام لأي واحدة من أنواع الرياضات، شجعهم إن هم يلعبوا اللعبة دي أو الرياضة دي. التلفزيون بياخد الأطفال إلى عوالم أو إلى دول مختلفة، ويعلمهم عن ثقافات مختلفة في العالم. بعض التلفزيونات بتعرض أو بعض العروض التلفزيونية بتحفز أو بتكون محفزة للأطفال، زي بيشجع الأطفال إن هم يجربوا أشياء جديدة. على سبيل المثال الأفلام الوثائقية عن العلماء المشهورين أو الفنانين المشهورين ممكن تلهم الطفل إن هو يحقق شيئا لكي يكون كبيرا في حياته. التلفزيون أو التلفزيونات بتأثر على الأطفال بشكل سلبي أحيانا. هنا كده البروجراف الأول خلص، بندخل بقى على العيوب. بيؤثر على الأطفال بشكل سلبي أحيانا، فالأدكشن تو تي في، إدمان العروض التلفزيونية، بيقلل من كمية النشاط البدني عند الأطفال. Sometimes they refuse to do anything else، الأطفال بيرفضوا يعملوا أي حاجة تانية مفيدة but watch television all day، غير إن هم يسمعوا التلفزيون طول النهار. Lack of proper physical activity and too much screen time can lead to the two vision problem. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك لا، النقص النشاط البدني اللي الاطفال بيقوموا بيه، ان هم ما يلعبوش كره او كده، وان هم يقعدوا طول النهار قدام التلفزيون، ده ممكن يؤدي الى مشاكل في الرؤيه، عينهم تبوظ. Research has also indicated that، البحث بين ان there is direct connection between TV time and obesity، بيقول لك ان في علاقه قويه بين الوقت اللي بيقضيه الطالب قدام الطفل قدام التلفزيون وبين السمنه، ان هو الطفل يطلع تخين يعني. Moreover TV sits TV eats away the time، التلفزيون ده بياكل الوقت، من الاخر زي ما بيقول في مصر كده بيضيع الوقت يعني. The time children get to interact with other children، وقت الطالب الطفل بدل ما يتفاعل مع الاخرين بيقعد طول النهار قدام التلفزيون فبياكل منه الوقت. بدل ما الاطفال يتفاعلوا مع الاخرين ويكون فيهم سوشيال سيركل، يعني الدائره الاجتماعيه، يعني اصدقائهم ما بيكونوش لهم اي وجود. which may affect their knowledge، ممكن يؤثر على معرفتهم and understanding of social interaction، معرفتهم وتواصلهم مع الآخرين ومعرفتهم بالتواصل الاجتماعي. and behavior، وعلى سلوكهم.
اكسسيف يعني المفرط، المشاهده المفرطه للتلفزيون ممكن تؤثر على اطفالك وعلى ذهنهم وتطورهم الذهني. تي في may encourage violent، ممكن يشجع العنف and aggressive behavior، والسلوك العدواني في بعض الاطفال. تعال بقى كده نشوف الاسئله كده ونحلها ونحللها. اول سؤال بيقول لك based on the information، وفقا للمعلومات اللي سيادتك قراتها في القطعه، it is understood that، نفهم ان obesity اللي هي السمنه بتنتج عن، السمنه بتنتج عن الايه؟ physical activity، عن النشاط البدني الكثير ولا القليل؟ اكيد القليل. يبقى اول حاجه doing الاداء، practicing ممارسه، taking يعني اخذ، neglecting تجاهل، عن تجاهل التربيه البدنيه او النشاط البدني. الجمله الثانيه بقول لك it can be inferred from the passage، من القطعه اللي قراناها دي، when children watch too much television، لما التلفزيون، لما الاطفال يشاهدوا تلفزيون كتير، المخ بتاعهم بيكون ايه؟ متطور، developed ولا enhanced ولا improved؟ التلاته معاني ايجابيه بمعنى متطور، لكن بيكون under developed، المخ ما بيتطورش. وفقا للقطعه which of the following is an advantage، من مميزات مشاهده التلفزيون، it makes children obese، بتخليهم عندهم سمنه، it teaches children several languages، بتعلمهم لغات عديده، رقم بي ولا طبعا دي اكيد صح يعني، ولا رقم سي it teaches children aggressive، بتعلمهم سلوك عدواني، ولا it wastes children's time، بتعلمهم سلوك بتضيع وقتهم. عايزك تفهم حاجه، هو هنا طلب منك مميزات، الميزه الوحيده انها بتعلمهم لغات، لكن الثلاثه التانيين دول من عيوب التلفزيون. using the passage as a guide، ان احنا نستخدم القطعه دي كمرشد او كدليل للولدين. الولدين main complaint about TV is that، الولدين بيشتكوا تحديدا من ايه في التلفزيون؟ رقم ايه؟ their children have هيت واتشنج، بيكرهوا المشاهده، لا ده هم طول النهار بيقعدوا قدام التلفزيون، هم بيشتكوا من التلفزيون نفسه. زير تشيلدرن واتش تي في ان ذا مورنينج، بيسمعوا التلفزيون الصبح، لا طول النهار. ذا تشيلدرن واتش تي في فور لونج، بيسمعوا التلفزيون فتره طويله، اي هي دي، عشان هو قال لك في الجمله جلود، ملتصقين طبعا. طب هنا بيقول لك بوت جلو، بوت جلو يعني يضع صمغ، العيال بيمسكوا الصمغ ويحطوه على التلفزيون، لا طبعا ده ترجمه قاصره. الكلمه ديديكيتد، احنا قلنا ديديكيتد معناها مكرس، يعني ايه بقى؟ يعني حاجه من اللي انا هقول لك عليهم، ديديكيتد بتساوي كلمه انتندد وبتساوي كلمه ديفوتد، معناها مكرس. according to the information available in the، وفقا للمعلومات اللي في القطعه، الرايتر ده رايه ان الوالدين المفروض يعملوا ايه في العنف على التلفزيون. تعال نشوف اول واحده، encourage يشجعوا اطفالهم، يشجعوا اطفالهم ان هم يسمعوا العنف، ولا advise their children to watch، ينصحوهم يسمعوا، دي نفس الأولى، إن هم يسمحوا لأطفالهم بمشاهدة العنف، كل ده غلط، المفروض prevent، يمنعوا العيال من إن هم يسمعوا العنف. As mentioned in the first paragraph، زي ما ذكر في البراجراف الأولاني، how is TV good source of entertainment، إزاي التلفزيون ده مصدر من مظاهر الترفيه. لو أنت فاكر أنا هرجع لها عشان الاختيارات التانية هتلخبطك. بقول لك إيه؟ The TV is one of the primary source of entertainment for kids، واحدة من وسائل الترفيه للأطفال. ليه؟ قال لك إن الأصوات والألوان اللي على التلفزيون والحاجات دي والصور بتشجعهم. تعال بقى نشوف كده. The sounds and colorful images on the screen appeal to children، الصور والألوان دي كلها بتروق للأطفال. Kids are glued to the television for long، الأطفال لازقين قدام التلفزيون فترة طويلة، بتشجعهم إن هم يسمعوا الرياضة، أيوه هي بتشجعهم يسمعوا الرياضة، بس من وسائل إيه اللي خلاها من وسائل الترفيه؟ وسيله من وسائل الترفيه ان هي الاطفال، ان هو الاطفال بيجدوا فيها الوان واصوات بتحبوها. وفقا لقراءتك للقطعه، هاو كان تي في هيلب تشيلدرن ترافل اراوند ذا وورلد، ازاي التلفزيون بيساعد الاطفال ان هم يسافروا حول العالم، لانه بياخذهم لدول مختلفه. It takes children to different countries and educates them about، هي الاولى طبعا دي صح. وفقا للقصه او النص، وات ديتيرمينز، ايه اللي بيحدد لو التلفزيون ده مفيد ولا مش مفيد؟ الصوت والالوان، لا كده كده في صوت والوان سواء مفيد او مش مفيد. الثانية the various culture، الثقافات المختلفة، ولا the various films، أفلام مختلفة، ولا الطريقة اللي بنتعامل بها مع التلفزيون، أكيد رقم C الطريقة. which of the following helps parents to make good use، إزاي أولياء الأمور ممكن يستخدموا التلفزيون بشكل سيء بشكل جيد، رقم D they should limit، إن هم يحددوا their time، the time the children watch TV، الوقت اللي الأطفال بيسمعوا في التلفزيون لازم يكون وقت محدود ومحدد، ما يكونش الترجمة بيقول لك يجب خلق توازن بين ما هو نافع، بين منافع التكنولوجيا ومخاطرها المحتملة. الإجابة الصحيحة رقم سي. طب ما تيجي نقراها الأول. A balance must be created، توازنا يجب أن يعد أو يوضع بين منافع و possible hazards، المخاطر المحتملة للتكنولوجيا. الأولى غلط ليه؟ تعال نشوف كده. A balance has to create، create يعني يخلق، التوازن يجب أن يخلق، لأ المفروض لو أنا عايز تبقى صح يبقى has to be created، ده رقم واحد. رقم بي، A balance need، البالانس توازن ده اسم مفرد، المفروض تبقى needs to مش need، يبقى دي كده باظت كمان. طب الاخيره، a balance needs to be created between the admirist، المفروض ما نقولش admirist، نقول benefits of technology. لقد اثر احمد شوقي الشعر العربي المعاصر بعشرات القصائد الرائعه. خد بالك كلمه تم
بو را ري دي معناها حاليا او حالي، لكن كلمه كونتمبوراري دي معناها المعاصر، ودي حته مهمه جدا. تعال نترجم اول واحده. طبعا الاجابه زي ما احنا متعودين رقم سي، اللي هي احمد شوقي has enriched the contemporary Arab poetry with scores. Scores دي معناها عشرات of poems من القصائد. اول واحده احمد شوقي enriched the temporary، ما دام فيها temporary يبقى غلط، ودي كمان الثانيه فيها temporary يبقى غلط، لازم contemporary. طب ما هي الاخيره فيها contemporary، بس كمل كده. قال لك with 100 مئات، هو قال لك هنا عشرات، يبقى كده احنا اخترنا الاجابه رقم سي. Waste that contains hazardous chemicals such as acids needs to be disposed of properly and safely. Disposed of نتخلص منها، properly معناها بشكل سليم او صحيح، وسيفلي بشكل امن. Waste النفايات وهازاردس المخاطر وكيميكالز المواد الكيميائيه ومخاطر المواد الكيميائيه. تعال نشوف بقى كده الاجابه الصحيحه هنا رقم د، اللي هي النفايات التي تحتوي على مواد كيميائيه خطيره مثل الاحماض لابد من التخلص منها بطريقه صحيحه وائمه. دي رقم د اللي صح. طب الاولانيه غلط ليه؟ يقول لك ان النفايات التي تحتوي على مواد كيميائيه خطيره مثل الاحماض تم التخلص منها، ما قالكش تم، قال لك نيدز تو يعني يجب ان. طب الثانيه بيقول لك تحوي النفايات على مواد كيميائيه خطيره مثل الاحماض ولذا لا يجب، ولذا لا يجب، ازاي لا يجب؟ قال لك لذا يجب، قال لك نيدز تو يعني يجب ان. طب اللي رقم ثلاثه بيقول لك احتواء النفايات على مواد كيميائيه خطيره مثل الاحماض ويتم التخلص منها حاليا بطريقه صحيحه وامنه، ماله؟ الجمله دي فيها قصور في الصياغه. انت بتقول احتوائها على مواد كيميائيه بيتم التخلص منها بطريقه صحيحه، ايوه مالها يعني ايه اللي حصل فيها؟ اذا الجمله دي ترجمتها غلط. 42 انترنت ادكشن اللي هو ادمان الانترنت كان هاف ديفستيتنج افكت، ممكن يكون له اثار مدمره، ديفستيت يدمر، على الافراد والعائلات او الاسر وخصوصا الاطفال والمراهقين. إجابة الجملة دي الصحيحة هي رقم سي، اللي هي بقول لك إن إدمان الإنترنت يمكن أن تكون له أثر مدمرة على الأفراد والأسرة ولا سيما الأطفال المراهقين. تعال أول واحدة غلط ليه؟ أول واحدة أصلا هو بيقول لك استخدام الإنترنت، يا طبيعي إحنا هنستخدم، وما قالكش استخدام، قال لك أدكتنج، ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هي بي الأطفال والمراهقين فقط، لا ما قالكش فقط، هو قال لك إن إدمان الإنترنت ممكن يدمر الأفراد والأسرة والأطفال الأربعة مش فقط. طب الأخيرة إضافة الإنترنت، هو هنا بيختبرك فين؟ في إن كلمة أديكشن دي معناها إدمان، لكن كلمة أديشن معناها إضافة، دي غير دي خالص. طيب إحنا كده خلصنا. الرايتنج الجميل. What is the first paragraph of essay called؟ أول باراجراف يا مستر بنسميه إيه؟ بنسميه المقدمة اللي اسمها introduction. وممكن نقول عليه هوك الخطاف يعني. طيب أمال إيه بودي؟ بودي اللي هو الجسم الباراجراف اللي بنكتب فيه الأفكار، ده اللي بيكون فيه السبورتنج والحاجات اللي أنت عارف دي. غير كده بنسميه ساعات البلك اللي هو البودي. اكسبوزيشن ده التعرض طبعا، وكونكلوجن الخاتمه اللي احنا ممكن عليها كلوزنج وممكن عليها لاستنج. هاو لونج شود ا باراجراف بي؟ المفروض الباراجراف يبقى كام جمله؟ احنا متفقين ان مفيش باراجراف محدد له عدد جمل، الجمل بتاعتك انت براحتك اكتب زي ما انت عايز يا حبيبي انت حر، بس عايز اكد ان الايس هي يا شباب عباره عن باراجرافز، لكن الباراجراف عباره عن جمل. طب الجمل عباره عن كلمات، ركز في دي كويس. طب كام جمله؟ براحتك. كام كلمه؟ كلمه براحتك برضو. طيب لكن كم اساي اكتبه؟ هو اساي واحد. طب كم فكره؟ فكره واحده. ركز، الاساي بكتب فيه باراجرافات زي ما انا عايز، عدد محدود؟ لا مش محدود. طب الباراجرافات بكتب فيها كم جمله؟ براحتي برضو. طب الجمله بكتب فيها كم كلمه؟ براحتي برضو. طيب الفكره كم فكره؟ فكره واحده بس. المهم بقى يبقى الاجابه هنا it is okay for a paragraph to have to vary in length. الباراجراف ممكن يطول ويتنوع طوله عادي، مفيش اي مشكله في الموضوع. طيب بعد كده a paragraph consists of، الباراجراف بتكون من ايه؟ لسه بنحكي في الموضوع ده. الباراجراف بتكون من sentences. طب الاي سي بتكون من paragraphs. طب السنتنسز بتتكون من words يعني كلمات. قلنا قبل كده برضو الايميل عباره عن electronic mail، خد بالك electronic مش electric. طيب الكلمه بتتكون من ايه؟ من letters، كلام لهبل ده ممكن نحتاجه. which answer shows information you shouldn't المفروض ما تشيرهاش مع حد في الايميل. البرايفت انفورميشن، معلومات خاصه، ما ينفعش اقول لك في الايميل انا عندي كام الف في البنك وعندي كام بيت وانا زوجتي اسمها ايه وابني اسمه ايه، انت مالك مال الحاجات دي يا عم؟ فدي انفورميشن برايفت ما ينفعش نقول لحد. يور باسورد، كلمه السر بتاعتك ما تقولهاش لحد برضه. يور كريدت كارد نمبر، رقم الفيزا بتاعتك ما تقولوش لحد، يبقى كلهم كده صح ما ينفعش نقول لحد. هاي مستر خالد، اهلا مستر خالد. طيب كلمه هاي دي كده فورمال ولا انفورمال؟ لا انفورمال طبعا من اولها كده، يبقى از ا فورمال جريتنج ولا انفورمال؟ لا انفورمال. What can you use to help build your topic sentence؟ كلمة topic sentence دي قلت لك لما تلمحها بتلمح thesis على طول. طب كلمة thesis يعني ايه؟ thesis و topic sentence نفس المعنى اللي هو الفكرة الأساسية اللي هما المين ايديا.
طيب closing sentence، الجملة اللي closing اللي هي بتكون ختامية في conclusion يعني is a sentence of the paragraph. ال closing يعني last، يعني conclusion يعني last. أمال introduction المقدمة، middle اللي في الوسط اللي احنا ممكن نسميها البودي يعني. We use the system of punctuation، بنستخدم نظام البنكتويشن ده فين؟ في اللغة المتحدث بها ولا السلانج اللغة العامية ولا الانفورمال ولا اللغة المكتوبة؟ اللغة المكتوبة. أنا أقول لك اكتب كوما، اكتب سيمي كولون، اكتب دوت، اكتب كولون، اكتب معرفش ايه، فهي كلها كتابة. خلصنا الامتحان ده الحمد لله رب العالمين. الامتحان ده يا شباب كان الامتحان رقم 4 اللي هو على الواحدة الخامسة والستة الموجود في صفحة 15. ما تنسوش لازم تسمع كل اللي احنا بنعمله، ما تعديش حاجة من غير ما تسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.